السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 13، حالات المادة، القسم 4، الأجسام الصلبة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. المسألة 44، تحدي: قيسة المسطرة الفولاذية بالمليمترات بحيث أن المسطرة تبقى صحيحة بدرجة الحرارة 30 درجة سيليزية. بأي نسبة مئوية ستكون المسطرة على خطأ بدرجة الحرارة سالب 30 درجة مئوية بسبب انخفاض درجة الحرارة؟ المسطرة ستنكمش أي يقل طولها. إذن بدنا ندور على التغير في طول المسطرة بتغير درجة الحرارة. دلتا L بتساوي معامل التمدد الطولي للفولاذ في L، الطول الأصلي في دلتا T. دلتا L على L واحد وتساوي ألفا في دلتا T، هي معدل التغير في طول المسطرة. نسبة الخطأ بدها تساوي 100 في دلتا L على L واحد، وبتساوي 100 في ألفا في دلتا T. هذه 100 دلتا L على L واحد ما أخذناها من هذه، أخذناها من هذه، هاي الألفة وهي درجة الحرارة النهائية وهي درجة الحرارة الابتدائية. بالحساب تطلع عندك نسبة الخطأ وتساوي سالب 0.072%. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.